أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وقلنا إنك على كل شيء شهيد، السور الكلي ما تنفلتش منه جزئية. وأول قضايا الكون أنه لا إله إلا الله. يبقى هل الله شهد أنك؟ قال لك إيه، شهد الله أنه لا إله إلا هو. طب وليه شهد أنه لا إله إلا هو؟ لازم يشهد لنفسه أنه لا إله إلا هو عشان يبقى واثق أنه إن أمر محدش هيعارض، وإلا لو كان ما يشهدش دي يعني يقول لك يمكن أمر كده واحد يجاء ومني يوقف. يبقى يشهد أنه إيه؟ لا، شهادة الذات للذات. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهادة المشهد، وأولو العلم شهادة الدليل. يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث مراحل. الرسول برضو لازم يشهد أنه رسول. وقلنا لكم القصة بتاع زمان بتاع جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جابر بن عبد الله اقترض قرضا من يهودي، والميعاد بتاعه ميعاد جز النخل، يعني ما يثمر البلح يقطع البلح ويودي. إلا أن جابر بن عبد الله مشي في البستان فوجد النخل خاص، يعني بدل النخلة ما كانت تجيب أربع صبايط وخمسة بقت تجيب واحدة واثنين، قال لك مش هتقضي الدين. فتكلم مع صحابة رسول الله أن يتكلموا مع رسول الله في إنه يخلي اليهودي يأجل الدين. فالنبي جاب اليهودي قال له أنظر جابرا، أنظره يعني إيه؟ مهلك. قال لا يا أبا القاسم. قال له ثلاث مرات أنظر جابرا مرضيش، لأن اليهودي بقى نفسه حاجة يجل بها المسلمين بس، ما دي فرصة. فرسول الله ذهب إلى جابر وقال خذني إلى حائطك، يعني البستان كانوا يعملوا حائط حوله. فجاس رسول الله خلال النخل وقال يا جابر أين عريشك؟ العريش اللي هي العريشة اللي بيقعد عليها صاحب البستان عشان يبقى قاعد مشرف كده على البستان. فأخذ جابر رسول الله إلى العريش، فجلس رسول الله في العريش وقال دعني يا جابر، خذته سينة من النوم. قال له يا جابر كجز واقضيه، اقطع البلح وروح اقضي دينك. ونام رسول الله أخذته سينة من النوم. وبعدين جابر جه قال له ما فعل الله بك يا جابر؟ قال له والله يا رسول الله لقد جززت وقضيت دين اليهودي وبقي لي ما لم يبق في أي عام. الله فضحك سيدني وقال أشهد أني رسول الله. حلام أشهد أني رسول الله. نعم. والله على كل شيء شهيد. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ نقول له ترى دي جهاز ترى إيه؟ ما العين؟ طب وإزاي الشيء لما يقول لك ترى أي تعلم شيء لم يشهده رسول الله؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ده اتولد عامل فيل، هو شاف الحكاية دي. نقول له ألم ترى، وبعدين يفسرها بإيه؟ تعلم. طب وتفسر ترى تعلم ايه يعني؟ ايه الفرق؟ ام قال لك لان الله اذا اخبر يجب ان يكون اخباره اصدق من عينك، فبمجرد ما يقول قد قال قال يبقى خلاص. طيب الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض؟ احنا قلنا زمان ان الكلام في السماء والارض جاء على مراحل. السماء والأرض في ذاتها عجيبة التكوين والخلق، هي نفسها عجيبة مع أنها ظرف للكائنات، هي نفسها إيه؟ عجيبة. وإحنا بنشوف فيها حاجات عجيبة، وغايب عنا لسه حاجات هتوطى عجيبة. يبقى كم مرحلة؟ ولذلك لما يقول لله ملك السماوات والأرض، يبقى السماء والأرض نفسها فيها إيه؟
عجائب الشمس والقمر والنجوم والميه تنزل والارض تنبت ومش الله. يبقى دي عجائب ولا مش عجائب؟ الظرف نفسه عجيب. وبعدين يقول في ايه ثانيه له ما في السماوات. يبقى الظرف الخزنه، الخزنه نفسها جميله. يبقى اللي في قلبه يبقى اجمل، لان المحفوظ انفسه من الحافظ. لما تحط حاجه ثمينه في خزنه يبقى اللي في الخزنه اسمى من الخزنه. فاذا كانت السماء والارض اللي هي ظرف مكاني لما فيها هي جميله نفسها، يبقى اللي فيها اجمل. وبعدين نشهد بقى كل يوم نقوم احنا نقعد كده قالوا نبص كده نلاقي ايه الصوره اللي بيحمل فيها مباراه في امريكا، عمالين شايفينها جاي الصوره من امريكا. جاي منين دي؟ من عطاء الاسيل اللي موجود في الجو. وبقول لك بقى تعالى شوف العجب، هات 100 تلفزيون وخلي اتجاهات التلفزيونات الى كل الجهات، مش بس الجهه لامريكا عشان اخد من الرساله، لا حد ده كده وده كده وده كده، الصوره هنا تطلع زي الصوره هنا، مما يدل على ان السيار رايح هنا وهنا وهنا. ايه دي السيل في الاسيل ده كله؟ اه احنا ادركنا ده دلوقتي. يبقى ادركنا له ما في السماوات. قال لك ومهما ادركتم له غيب السماوات والارض.